اسمي رفع حمودي، صاحبة مطعم جوري جورمي. مطعمنا بالمارينا وول. تشرفنا اليوم باستضافة الدكتور علي منصور كيالي، الباحث الإسلامي. قدم لنا محاضرة قيمة مع فطور لسيدات دبي الراقين. طبعا الايفنت كان بحضور ميديا بريتش. بتشكر كثير السيدة إيمان مصري على حضورها ودعمها الدائم كمان لإيفنتاتنا، وبرعاية صالح كلينيك. شكرا كثير دكتور صالح على الفاوتشرات القيمة اللي قدمتها لكل الموجودين. شكرا.